بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم بعفوه من النار، آمين. ثم ما بعد، معاشر المستمعين والمستمعات، اخترت في الجمعة الثانية من شهر شوال بعد انقضاء شهر رمضان موضوعا يحتاجه كل مسلم، وعنوت لهذا الموضوع بوقفات مهمة مع آيات البينات بعد انقضاء شهر رمضان. الوقفة الأولى مع قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهي وقفة وجوب حمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فهي نعم كثيرة متنوعة ظاهرة وباطنة، كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وكلها من الله عز وجل وحده لا شريك له، فلا دخل لأي مخلوق كائن من كان في نعم الله تعالى على عباده. وإن من أعظم وجل هذه النعم نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة التوفيق إلى الطاعة والعمل الصالح، فقد أكرمنا الله عز وجل بنعمة إدراك رمضان،
وبنعمة إتمام صيامه وقيامه. وكم ممن نعرف من لم يدرك رمضان، ومنهم من أدركه ولم يتم صيامه وقيامه. فهذه النعمة تستوجب منا أولا أن نفرح بها. الفرح بنعم الله مشروع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فالمسلم ينبغي عليه أن يفرح بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمة، وهي نعمة الهداية والتوفيق للطاعة والعمل الصالح. وينبغي أن نقابل هذه النعمة كغيرها من النعم بشكر الله تبارك وتعالى. وحقيقة الشكر كما قال العلماء حمدا وثناء باللسان واعترافا بالقلب وعملا صالحا بالجوارح. فاللسان يلهج ويكثر من ثناء الله وحمده، والقلب معلق بربه معترفا بنعم الله عليه، والجوارح تستعمل وتسخر النعم في طاعة الله. فكل نعمة تحتاج منا إلى شكر فعلا وتركا، أن تسخرها في الطاعة وتجنبها المعصية. وشكر نعمة التوفيق المداومة والاستمرار والزيادة في العمل الصالح. والشكر سبب دوام واستمرار النعم الموجودة وسبب الزيادة من النعم المفقودة. وإن تأثر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كان يقول بعض السلف: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وقوله تعالى: يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهي وقفة اعتبار واتعاظ بمرور الأيام. فانقضاء رمضان كغيره من الشهور والأيام عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين، وهو دليل واضح بين على أن لكل شيء بداية ونهاية وإقبال وإدبار، بل لكل شيء حياة وموت. فالبقاء والدوام لله الواحد القهار، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو القائل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنها وقفة للعقلاء، إنها وقفة لأولي الأبصار، إنها وقفة لأولي الألباب الذين يتخذون من مرور الأيام عبرة وموعظة، فيستثمرون أيامهم ويستثمرون أوقاتهم في التجارة الرابحة مع رب العزة والجلال، وهي تجارة الطاعة والعمل الصالح. وقفة تجرنا إلى الوقفة الثالثة مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا. واتقوا الله إن الله خبير
بما تعملون. هذه وقفة ثالثة مع هذه الآية التي أوجب الله فيها عبادة، عبادة منسية مأجورة في زمان من اليوم، وهي عبادة كان السلف الصالح يتعبدون الله تعالى بها، اسمها عبادة المحاسبة. والآية دليل على وجوبها كما قال ابن كثير وغيره من علماء التفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد دليل على وجوب محاسبة النفس. لماذا؟ أولا لأنها عبادة مأمور بها. الأمر الثاني لأن محاسبة النفس أعظم دواء للقلوب كما يقول العلماء، أعظم دواء للقلوب، أعظم دواء للقلوب أن يحاسب العبد نفسه محاسبة الشريك البخيل لشريكه. الأمر الثالث لماذا المحاسبة؟ لأننا محاسبون ومسؤولون بين يدي الله عز وجل عن أعمالنا أقوالا أو أفعالا، صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. الوقفة الثالثة أو الرابعة مع قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله تعالى حكاية عن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين قال وأنطق الله في المال قال إني عبد الله ما هي العبودية؟ ما يأتي بعدها؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إني عبد الله أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا، تلك المرأة التي كان في عقلها شيء فكانت تغزي الصوف طول اليوم وفي آخر اليوم تفك وتحل ما غزلته فيذهب تعبها هباء منصورا. ولا تكون كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. هذه وقفة مهمة لعلاج ظاهرة سيئة تتكرر معنا كل سنة للأسف الشديد، اسمها ظاهرة الانتكاس أو الانتكاسة عن الهداية. ومعنى هذا هو التحول من الخير إلى الشر، التحول إلى السوء، كان يرجع التائب إلى ذنوبه وأن يرجع المستقيم عن طاعة لربه تبارك وتعالى. والعلماء يقولون إن من علامة القبول العمل المداومة
المداومة والاستمرار على الطاعة دليل على قبولها، اتباع الحسنة بالحسنة دليل على قبول العمل. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله وقيل له يا إمام كيف نعلم أن صيامنا قد قبله الله، قال إذا كنتم تستمرون على ما كنتم عليه في رمضان فاعلموا أن صيامكم مقبول. قالوا وأين هذا؟ أي ما دليله؟ قال قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالعبادة التي من أجلها خلق الإنسان ولا قيمة للإنسان إلا بها وهي سبب سعادته في الدنيا والآخرة لا يحدها زمان ولا يحدها مكان. أنت عبد الله في حياتك إلى مماتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحيانا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أميت أنا أول المسلمين. ظاهرة نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام وكرهها وأبغضها حين قال لابن عمر، قالوا يا عبد الله والقول لابن عمر ولكن لأمته يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يقول ابن عمر فما تركت قيام الليل منذ أن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، هذا هديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، معنى أثبته أي داوم عليه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله قال أدومها وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومها وإن قل. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، أي أن الله لا يقطع الأجر والثواب عليكم حتى تقطعوا العمل. ولذا وردت آيات كثيرة تأمرنا بالاستمرار والمداومة وعدم قطع العمل، أذكرها في الخطبة الثانية والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام الأتمان أكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الآيات التي تدل في معانيها وفي مدلولها على وجوب الاستمرار والمداومة والمحافظة على العبادات والطاعات، فمنها قوله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، هذا من حق تقاته، هذه التقوى الحقيقية، تقوى كل زمان وتقوى كل مكان وتقوى جميع الحالات التي يعيشها الإنسان.
حق تقاتي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثم ختم الآية بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم حافظوا على الإسلام وكونوا مسلمين، مسلمين عقيدة، مسلمين عبادة، مسلمين أخلاقا، مسلمين معاملة، مسلمين أقوالا، مسلمين أفعالا، حتى إذا أتاكم الموت تموتون على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا هو معنى الاستقامة المداومة الإسماء على الطاعة، حين قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما معنى الاستقامة؟ يفسرها قول النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه رجل وقال يا رسول الله أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فقال الرجل زدني، قال عليه الصلاة والسلام استقم. ما معنى هذا؟ معنى أن درجة الاستقامة أعلى من درجة التقوى، والاستقامة هي المحافظة وملازمة والمداومة على تقوى الله. لما جاء الصحابي الجليل وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، فلخص له الإسلام في كلمتين اثنتين، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو دين الله. قل آمنت بالله ثم استقم، إذا آمنت بالله فاعمل بمقتضى الإيمان، ومقتضى الإيمان هو الاستقامة، والاستقامة هي المحافظة والمداومة والاستمرار على طاعة الله عز وجل. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس، فماذا كان الجواب؟ الجواب الذي لا يحتمل الخطأ، جواب الحق، جواب الوحي، جواب النبوة. من خير الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله. في رواية خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أختم بآية عظيمة زبدة الموضوع وخلاصته ومعناه قد يخفى على كثير من الناس في سورة العنكبوت. يقول ربنا تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اسمع ماذا قال بعدها، قال بعدها كل نفس ذائقة الموت. ما العلاقة بين المعنى هذا والمعنى الأول؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت. المعنى قال العلماء ليس المهم أين ستموت، متى ستموت، لكن الأهم أن تموت على العبادة. ليس المهم متى وأين، علم ذلك عند الله. كيف؟ علم ذلك عند الله، لكن المهم أن تموت على العبادة. كن عبدا لله ومت حيث شئت. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت. الوقفة الأخيرة وهي التي ستفتح لنا موضوعا مهم، وهي مع قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهي وقفة الثبات أو اتخاذ أسباب الثبات على الهداية. كثير من الشباب اليوم والناس يشكون من هذه الظاهرة
وعدم الاستمرار والمداومة، ولا يستطيعون الاستمرار على العبادة. فالعلاج موجود، وهو تتخذ الأسباب المشروعة التي بسببها يثبتك الله عز وجل على الهداية وعلى طريق الحق حتى تلقاه وهو راض عنك. وهذه الأسباب هي التي ستكون موضوعنا بإذن الله عز وجل في الخطبة القادمة. أسأل الله عز وجل نفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي لا ملجا ولا ملجا منك إلا إليك. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اتقي انفسنا تقواها وزكيها انت خير مزكاها، انت وليها ومولاها. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمه ولاه امورنا. اللهم وفقه لامر امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس ما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لكل خير وعين عليه. اللهم اجعل مفتاح الخير مغلقا للشر، بارك له في ولي دينك واخيه وسير اسرته ملكه وشفيه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسعيدا بلاد المسلمين، وقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. شباب طلبوا من الدعاء صلاة تعالى وفقهم لكل خير. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم اعينهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، وحقق مرادهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.